علاء النهارده حسم اللقب بعد موسم شاق، موسم صعب، موسم مليء بكلام كتير جدا، موسم مليء براحات كتير جدا، وموسم مليء بشائعات واقاويل كتيرة جدا، ولكن النادي الاهلي اكبر من الجميع. هو موسم طبعا مش طبيعي في الكره المصريه كلها ايمن، واكيد على النادي الاهلي، لكن لو بص بدايه الموسم المتصدر هو النادي الاهلي. الى ان شاء الله النهارده يحسم اللقب رسمي، يعني هي مساله وقت، وكلنا متفقين في الاستوديو من فتره كبيره ان هي مساله وقت والنادي الاهلي يحسم لقب الدوري ان شاء الله، لكن هو موسم مش طبيعي على الكل، وكل موسم فيه كلام كتير جدا، ودايما لما بتتكلم مين اللي هيلفت نظر غير البطل؟ صحيح. البطل هو النادي الاهلي، هو الوحيد اللي دايما اي حاجه صغيره بتحاول تكبر، اي مشكله اي حاجه بتحصل تحاول تكبرها، لكن هو النادي الاهلي طول عمره كده عارف ان دايما هو المتصدر المنظر، فهو عايز دايما الناس اشمعنى النادي الاهلي عايز تحصل مشاكل، لكن من يوم ما وعينا على الكوره ودخلنا النادي الاهلي دايما مشاكلنا جوه النادي بتتحل جوه النادي، مش حد بيحسب حاجه خالص، حتى لو بعض المشاكل بتخرج لكن ما بتخرجش بالطريقه اللي الناس متخيلها. هو ده سمه البطل، سمه النادي الاهلي، النادي اللي عايز يبقى كبير قوي زي النادي الاهلي باسمه بنجومه ببطولاته بجماهيره الجميله الكبيره في كل مكان، هو ده لازم يعرف ان زي ما هو نادي كبير وكله بطولات، فيه على الجانب الاخر في زي ما بيقولوا لازم حاجات بتبقى المقابل ان انت تحافظ على استقرار ناديك، استقرار فرقتك طبعا، فريق الكوره دايما فريق الكوره هو المتصدر للمشهد في كل حاجه من زمان جدا، فريق الكوره هو اللي الناس كلها باصه عليه، كل حاجه دايما تحس ان الاساس النادي الاهلي فريق الكوره، هو فريق الكوره الناس كلها بتبقى تركز معاه، لكن اداره حكيمه جدا، الناس قافله على نفسها كويس قوي، مركزين في هدف واحد، دايما لعيبه النادي الاهلي وادارته وجهازه دايما بيفكروا احنا مالناش دعوه بحاجه خالص بره، احنا عندنا ملعب، عندنا بطوله عنا عليها، يحسب البطوله دي بيفرح بكتير يوم، يبدا يبص على البطوله الثانيه، هو ده النادي الاهلي يا ايمن، ده النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي كبير، كبير دايما بطولاته كتير الحمد لله، مش نادي خد بطوله واثنين وراح راكن، لا 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 لا، النادي الاهلي موضوع البطولات ده بياخد بطوله خلاص الحمد لله، اللعيبه تفرح، انت عندك بطوله تانية، يعني انت بتكسب بطوله مفيش، يعني تلاقي تاني يوم طب يا جماعه عشان احنا عندنا بنركز في بطوله تانية، ده هو النادي الاهلي برجالته بلعيبته بجماهيره، وان شاء الله دايما هيفضل النادي الاهلي دايما كده في قمه وبعيد كل البعد على كل المنافسين عنده.